ما احنا نزود الليفل بتاع الكوميونيتي. الهدف من ده ايه في الاصل؟ الهدف من ده ان انا اقدر احط اكتر من يوزر. من الاخر سبب القصه دي ان انا اقدر احط اكتر من يوزر واكتر من جروب على نفس الفايل. انت بالشكل القديم المفروض ليميتد يوزر واحد وجروب واحد، لكن بالشكل ده بيبقى ليك عدد. فاول كومنت هو النهارده هنتكلم عن الاثنين كومنتس القصه دي يعني. If A is hidden, set if A is hidden. يعني get file access control list وset file access control list. file هو كوماند اسمه file بس بيشتغل مع الفايل ومع الفولدر. تمام؟ فالبدايه عندنا ب get فخليه اعمل ايه؟ get file access control list. اتكتب كده get ACL. ACL على فايلز عندي على اثنين فايل اكشن وما نفذتش على اثنين تانيين بحيث ان احنا نقدر نشوف الفرق من البدايه ان انا هستعمل جيت. تمام؟ اول حاجه الكوماند اللي كنا بنشوف بيه الانفورميشنز من اول ما بدانا كان كوماند ايه؟ الاس ماينس الاس ممتاز ماينس ماينس ال عشان يوري البرميشن ماينس ال ايه؟ ممتاز. تعالى نعمل نفس القصه دي مع الفايلز بتاعتنا ونشوف الفرق. احنا عملنا اربع فايلز، اثنين منهم منفذ عليهم اي سي اف واثنين مش منفذ. تعالى نشوف الفرق. اوكي. انا واقف. بس هكبر كبر شويه. الله. حلو كده؟ انا عندي فولدر اسمه سي اي سي ال لاب. الفولدر ده انا عملت جواه اربع فايلز وطبقت على اثنين منهم اي سي ال. فتعالى نقول له جيت فايل اي سي ال على فايل 1. تمام؟ اسف قبل ما اعمل ده انا محتاج اعمل حاجه ابسط من كده، محتاج اعمل ليست. ليست. ماينس ال اي. ايه اللي زاد هنا؟ بص الراحه خالص وقول لي ايه اللي زاد؟ بلس 1 بلس 1 بلس بلس. تعال نبص على فايل 2 اللي انا مش منفذ عليه دوت. تعال نبص على فايل 3 اللي انا منفذ عليه سوري 4 اللي انا منفذ عليه. الدوت دي اللي هي الدوت دي مكان في الاخر يعني كان متنفس على دي بليس هولدر يعني مش بالظبط بليس هولدر زي ما قلنا. فيبقى مبدئيا اللي اتنفس عليه البرميشنز الاكسس كنترول ليست ده هلاقي بلس جنبه بليس لكن مش هيديني معلومات عن البرميشنز دي. تمام؟ القاعده العامه اللي تخليها في بالك دايما انك بتعمل سي اتش مود وسي اتش اون الاول وبعد كده تعمل اكسس كنترول. انك لو عملت اكسس كنترول ليست الاول وبعد كده عملت سي اتش مون وسي اتش اون هتبوظ الاكسس كنترول ليست هتبوظ. تمام؟ المعلومه الثانيه الفايل سيستمز اللي بتسبورت الاكسس كنترول ليست لو في حاله البرميشنز العاديه كل الفايل سيستمز بتاعت لينوكس بتسبورت البرميشنز لكن في حاله الاكسس كنترول ليست فانا بيسبورتها اكس اس واي اكس تي 4. ولازم لو كنا شغالين بكرنيل قبل لينوكس ريد هات 7 كان بيتعمل ماونت باوبشن اسمه اي سي ال. تمام؟ فخلينا نفتكر جون فورمات دول فايل سيستم زي الاي تي اف اس في لينوكس اي نفس الفكره في فورمات بس دول يعني ثلاثه مثلا مش هيسبورت اي سي ال. اثنين مش هيسبورت اي سي ال لازم اربعه او اكس اف اس. تمام؟ احنا كنا بنعمل ماونت بكوماند ماونت مش كده؟
تمام. وكنا بنجيب الهيلب الكوماند ايه؟ ما نسيت ماهو؟ ماهو ماهو على بص على ماهو بتاع ماونت ودور على ACL لان انت عندك اوبشن وانت بتعمل ماونت في ماونت البارتيشن بACL او نوسي ACL يعني تقدر انت تماونت اصلا بارتيشن بحيث الACL ما تشتغلش عليه او تماونت بارتيشن من القديم من الACL يشتغل عليه تمام على فرض ان الكيبل القديم ما كانش بيماونت باي ديفولت الفيرجن ده دلوقتي انت مش محتاج ده خالص انا بقول لك بس عشان تربط الامور ببعضها تمام لكن انت دلوقتي في كل المودرن ديستريبيوشنز مش محتاج الكلام ده كله بيسبورت الاي سي ال دلوقتي لان كل المودرن ديستريبيوشن اما شغاله اكس 4 واما شغاله اكس 5 تمام النقطه الثانيه اللي عايز اقولها دلوقتي وتتخيلها وانت اوريدي متخيلها بس عشان تتخيلها اكتر ان الفايل سيستمز ده لوكيتد على الهارد ديسك مش لوكيتد على الاوبريتنج سيستم يعني انا لو خلعت هارد ديسك سواء عليه سي اتش 1 وسي اتش 1 البرميشنز العاديه او عليه اكسس كنترول وركبته في جهاز ثاني يبقى الداتا دي موجوده بشكلها اللي هيفرق بس زي ما انتم قلتوا بنفسكم قبل كده يمكن حضرتك اللي قلت ان هو هيقراها وقتها بالاي دي لان الاسم ده مش موجود على السيستم ايوه او هيجيبها بالاسم اللي يعادل الاي دي ده على السيستم الجديد لكن تبقى الصلاحيات هي هي يعني انا خلعت الغرض عليه اكسس كنترول ليست وصلته على سيستم تاني الاكسس كنترول ليست ما باظتش موجوده بشكلها لان يعني اربطها في الويندوز انت عندك حاجتين في الويندوز عندك الان تي اف اس بيرميشنز دي برضه على الغرض دي تعادل اللي احنا بنقول عليه وعندك الشير فولدر سيتنجز الشير فولدر ده بوليس مش على الفايل مش على الهارد ديسك انا لو خلعت الهارد ديسك عليه شير فولدر وفتحته على الكمبيوتر تاني الشير مش هيبقى موجود لان الشير من سيتنجز نظام التشغيل مش من داتا على الفايل سيستم تمام واضحه؟ طيب تعالى بقى نقدر البرميشنز الجيت بس انا عايز افهم حاجه هو احنا امتى بنستخدم دي اساسا؟ عشان بس ابقى متخيل بص بص مبدئيا هي مرتبطه بالسيستمز الاحدث يعني مرتبطه بجيت 7 وما يعادل تمام القديم مش هيشتغل مرتبطه ان انت في مكان محتاج تدي صلاحيات فيه وليكن شيك فولدر كبير موظفين كتير بيشتغلوا عليه محتاج تدي صلاحيه بليفل اعلى من انك تبقى محدود يوزر اونر واحد وجروب اونر واحده. انا البرميشنز العاديه اللي عندي طب انا هقول لك على حاجه احنا كام دلوقتي؟ احنا كده كلنا خمسة. تعالى اديني صلاحيه ان انا ليا ليك والباشمهندس ليه ليك وجاي والباشمهندس ليه ليك والباشمهندس ليه ليك وجاي بدون ما تحطنا في نفس الجروب. انت واخد بالك؟ ممكن اخش على واحد ممكن كده انا عندي شيء اسمه تمام ده عشان خمسه طريق كل ما احتاج واحد الثاني هيتشال بس انا لما بعمل من هنا لسه عندي كام يوزر اونر؟ واحد بس تقدر تخليهم اثنين؟ انا اقصد على نفس لا طبعا لكن لو احنا عايزين كل واحد فينا ياخد كونديشن مختلف وكلنا نبقى واخدين اكسس على الفايل بس بليفلز مختلفه من البرميشنز وقدامناش غير الاي سي ال. مره ثانيه فكر فيها انا عندي فولدر وشويه فايلز ولينا احنا الخمسه كده عايزين كل واحد ياخد صلاحيه مختلفه. هتعمل ايه؟ هتقول لي قسمها اثنين جروب، لا ده انا عايز ثلاث اشكال من الصلاحيه مش اثنين. وصل؟ يا لا يا وصل. هو بس مخالف طبعا من مثلا في مايكروسوفت كتاب ممكن حد يسالك انا اليوزر كذا هو دي شبيهه بمايكروسوفت أيوة. يعني دي الاقرب للان تي اف اس ممكن اخلي اكتر من واحد بس على نفس الحاجه طب ما هنا دلوقتي في الاكسس كنترول ليست ممكن لكن في السي اتش او وسي اتش او مش هتقدر لان في الاخر هو يوزر اونر واحد بس وجروب اونر واحد بنحل مشكله الاسم فده كويس جدا ان حضرتك تسال لانك لازم تبقى عارف ليه هم عملوا حاجه زي كده اصلا فهو بيحل مشكله الليميتيشن طيب تعالى نحدد الفايلز ونشوف ايه المتاح طيب ادي الفايل اسمه ايه؟ فايل 1 الاونر مين؟ وجروب اونر مين؟ طيب اليوزر هنا بدون ذكر اسماء ليه صلاحيه ايه؟ ريد رايت اليوزر ده يعني الديفولت يوزر يعني ده تمام؟ والجروب بس بس الديفولت بس بعدين عندي يوزر تاني اللي هو مين؟
وليه صلاحية ايه؟ إزرائي. تمام. وعندي الأزرز واخدين ايه؟ ريز. تعال بقى نبدأ يوزر. بقى يوزرز زي ما انت عايز، ما عندكش ليميتيشن، حط يوزرز زي ما انت عايز وحط جروبس زي ما انت عايز. ودي كل واحد عدد اليوزر ولا اه ولا عدد الجروب، كل واحد الصلاحيه اللي انا عايز. الصلاحيه اللي انت عايز، الصلاحيه انت عايز. تعال نعمل كده فات. الماسك هو الليميت اللي ما يزيدش عليه السماحية لليوزرز. يعني انا لو خليت الماسك ريد بس وكل الناس فيها ريد ورايت مش هيقدروا يعملوا ريد. الوحيد المستثنى من الموضوع ده اليوزر الكود اللي هو دلوقتي في حاله مجهود، بس مش على طول يبقى مجهود، ممكن نخليه لان كل واحد اسمه ديفولت يوزر. ده اسمه ديفولت يوزر. فالديفولت يوزر نقول تاني عشان الناس تفتكر ايه تسمعها اول مره. هنتكلم عن بيرميشن اسمها اكسس كنترول ليست. البيرميشن دي شبيهه بالتشينج مود والتشينج اوفر، يعني شبيهه بالانترفيس، بس دي الاقرب للانترفيس. دي مرتبطه بمعين فايل سيستمز الاحدث اللي هو الاكس اف اس والاي اكس بي 4، ما بيشتغلش مع حاجه اقل. وفي الفيرجنز الاقدم هو كان اوبشن على ماونت، انت محتاج تماونت البارتيشن بالاوبشن ده انيبلد عشان يشتغل اصلا الاكسس كنترول ليست. تمام؟ الاكسس كنترول ليست بتعمل ايه؟ بتديك امكانيه ان انت تحط صلاحيات لعدد من اليوزر مش محدود بواحد بواحد. لا زي الـ NTFS. زي الـ NTFS بالظبط. تمام؟ بحط اي عدد من اليوزرز وادي صلاحيات مختلفه. بعرض الصلاحيات دي ازاي؟ بجيت FACL يعني جيت فايل اكسس كنترول ليست، وبعدل الصلاحيات دي بست ست FACL ست فايل اكسس كنترول ليست. لما بعرض ليست على فايل من اللي هم عليهم ACL بلاقي ان الفايل ده محطوط في اخره بلس بعد البرميشنز. مع ان انا شايف البلس دي معناها ان انا عندي اكسس كنترول ليست برميشن على الجروب. فده هي بلاش تروح على الفايلز والفولدرز عادي جدا. الفرق الوحيد ان هي مش في كل السيستمز، والفرق الثاني ان هي على ليفل اكبر من عدد اليوزرز والجروبس. تمام؟ يعني كل الديستريبيوشنز لينكس بتسبورت سي اتش مود وسي اتش او بما فيهم ويندوز، لكن مش كل الديستريبيوشن بتسبورت اكسس كنترول. تمام؟ طيب تعالى نعرض البرميشنز مره ثانيه ونفكر. انا بعرض بجد، انا اوريدي غيرت البرميشنز على الفايل. اه وانت بتشتغل تعمل سي اتش مود وسي اتش اون الاول،
وبعد كده تعمل الاكسس كنترول ليست. لانك لو عملت سي اتش ام ودي سي اتش او بعد ما عملت الاكسس كنترول ليست هتبوظها محتاج تعملها تاني. يعني هو اول حاجه بعمل فايل تديله برميشن سي اتش مود وسي اتش اون وبعد كده تعمل الاكسس كنترول ليست. هي من الجيت تاخد البرميشن مود اسمه ايه؟ تاخد البرميشن مود بتاعتك بتاخد البرميشن وتعمل فوق اللي فعله. مش شرط لازم تكون حاجه. بص معايا انا بعرض البرميشن جيت جيت اي سي ايه معرض ده اسم الفايل كويس؟ الاونر دلوقتي مين؟ والجروب مود. طيب الديفولت يوزر اللي هو الاونر واخد ريد ورايت. طيب في يوزر تاني اسمه ايه؟ ان اس. وفي يوزر كمان اسمه ايه؟ واخد ايه؟ ريد باك. يوزر تالت اسمه ان اس واخد ريد باك. طب في جروب الديفولت اللي هي دي واخده ايه؟ واخده ريد بس. طيب والجروب اللي بعدها اسمها اكت واخده ايه؟ طيب هو في حاجه هنا اسمها ايه؟ مصر اللي هو ايه؟ لا ايفري وان بعدها اللي هي اذرز تحت. ما غيرش ايفري وان انونيموس. الماسك ده بيقول لك مهما كانت الصلاحيات اللي واخدينها اليوزرز والجروبس فمش مسكرون باكتر من ماسك. يعني الماسك لو جيت مهما اخدوا جيبوا جايد هيفضل واخدينه جيت. انا بستخدمها عشان اضيف صلاحيات معينة على جروب او على فايل او فولدر. ليه ما اخترتش انجن مود في اليوم؟ طيب انا هديك سيناريو يقول لي احنا كنا بقينا ست دلوقتي اهو عايزين ندي صلاحيه على ملف واحد لينا كل واحد فينا صلاحيه انت في جيت نعرف الاوت بوت بتاع جيت وبعدين نجرب نعمل ست. بص معايا اول حاجه اوبشن ماينس ام ده يعني موديفاي موديفاي تمام. طيب الموديفاي اللي بعده هموديفاي يوزر ولا جروب؟ يوزر. يوزر يبقى هقول له يو واحط كولون على طول تمام واسم اليوزر الله ينور عليك. او لو عايز اتعامل على الديفولت هسيبها فاضيه. ممكن احط برضه الاي دي بتاع اليوزر اللي هو محطوط ليها طريقه. ممكن نستخدمها بالاسم ده. ممكن طبعا نحط علامه دولار ساين ونتعامل مع الاي دي ده ان هو لو عايز تبدله باسمه تحط اسمه هو فاليو ريزولت يبقى السبس دي طيب هحط اسم اليوزر تمام. عشان انا حطيت اسم اليوزر خلاص ايه هتدي له ايه؟ بالضبط وتدي له ايه؟ زي ما انت عايز. عايز تديله جيت بس عايز تديله جيت وجايت عايز تديله جيت وجايت واكسكيوت مفيش مشكله. عارف الميثودز نفسها؟ مفيش بس لما عرضنا جيت اي سي ال اي سي ال هو ظهر لي كذا يوزر جيت ورايت وكذا. هو اصلا من القديمه من الديفولت كده نازلين مع الفايل ولا انا عارف التعليم لا انا عملتها قدامك في نفس اليوزر كان كنت اه كنت لا بعد ما فتحت عملت يوزر ايه؟ نسيت بقى سامي اليوزر كان اتش هو تمام؟ طيب اديت دلوقتي ايه؟ ريد ورايت في الاخر هقول لك فايل ونفس المكان فايل اللي جاي من دوت اللي حاطط جروب طب هحط لا هو انا دي لو انا هحط الجروب يبقى لازم هفتح واقفل الجروب واقفل الجروب. دلوقتي انا ضفت على ده عايز اتاكد ان ده واخد صلاحيه انا واخد ايه هعمل له جيت. لو عملت الاول ليست ماينس ال ايه هيشوف الايه بلس نقطه الاعلى بعدين لو رحت كده وقلت له طيب انا بدات برضه السبيشال بيرميشن سبيشال بيرميشنز؟ لا
اتجاهها معظم ده يعني لازم مش هينفع تستخدم هنا ولا مش دلوقتي ده اسمه موسى. طب انا عايز اضيف جوجل عندي جوجل اسمها اكتر انا عاملها ومديها ايه ريدوات يعني هديها دلوقتي جوجل كويس. طب اصلا موديفاي اما دايما موجوده وانا بغير كونديشنز صح؟ هي مشكله مش لو بجوجل اللي انا عاملها بعد كده تتحدد فيها ياخد نفس البرميشن. اه طبعا ما هي معموله كده. دول اثرز يا مثلا؟ دي اثرز وما اديتهمش حاجه خالص. يعني هو داش او يعني اثرز وفي النص فاضيه لان ما فيش اسم الاثرز، في اسم الاثرز حط فهي دي دبل كوري وبعدين داش. طبعا لو عايز تديها اثرز تديها الصلاحيه بتاعتها بقى ريد او ريد. نعم؟ فايل اكسس كنترول احنا بعد ما عملنا اليوزر ار بي ريد رايت ان اس ماينس ريليشن تعريف للمحتوى كنت اتاكد ان هو واخد الاكسس كنترول. اتاكدت ازاي؟ ريد بلس بلس. برافو عليك. بعدين عايز اعمل الكومنتس بعد ده كومنت ايه؟ ريد اللي هي هتعرف ساعتها ال بالظبط. اخر حاجه ست جيو 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 لا مش شرط. هو ماسك دي انت بتحدده للفايل عشان ما يزيدش عن كذا. يعني بص معايا خليني يعني ماسك ده باشمهندس اللي هو التشنج مود وال صح اللي حضرتك عامله للفايل في الاول خالص قبل الاي سي ال. مش على طول بيدخل كده. الماسك ده بيتاخد من لوجن دوت ديفس لو تفتكر الفايل اللي احنا اتكلمنا عنه. لكن هنا هيفضل دايما بادئ بريد وجاي لحد ما انت تغيره. تمام. معلش كمان بص اللي انا عملته دلوقتي انا خليت الماسك بيت يبقى موديفاي وام بحط دبل كول اللي هي حاجه في الجوانب كده مهما اخذ هيبقى بريد اوت. الماسك بقى ايه دلوقتي؟ ممكن بعد ما نخش بعيد عشان نجرب ايه مش عارف. هترجع تجرب كتير؟ هترجع تستنى من كامل الاوبشنز وبعد كده ار هو ريكيرسيف نفس الار اللي كنا بنعملها في تشينج مود وتشينج مود يعني هيابلاي انفورميشنز على الفولدر وعلى الفايلز اللي تحت. طيب لو انا باجي فولدر انفورميشن عندي اكس كابيتال واكس سمول ايه الفرق ما بينهم؟ هو الاكس في الانفورميشنز العاديه على الفايل بتعمل ايه؟ سكيور. اللي هي العدد كام؟ اللي هي العدد الرقم كام؟ 1 6 3 7 ريد رايت اكسكيوت اكسكيوت بس واحد. طيب انا هنا الفولدر ما هوش شايف. ايوه بس ليه فايده ثانيه فاكر ولا لا؟ كان بيتلف بياخد نفس لا ده سبيشال انفورميشن مش انا غلط بياخد لو عملت اكس وعملت فراغ هو هينفع اعمل لها سكيوت هينفع اعمل له ليست. لو انا عملت اكس على الفولدر ينفع اعمل له ليست ادور جوه الفولدر. لو انا مش عامل اكسكيوت بس ليا ريد على الفايلز اللي جواه اقدر اشغل الفايل لو عارف الفول باس بتاعه لكن مش هقدر ابص جوه الفولدر هيبقى لي دوت فاكتور ماشي. تمام. اكس كابيتال تدي ليست على الفولدر وما تديش اكسكيوت على الفايلز. احيانا
احيانا تبقى عايز تدي الناس تقدر تعمل ليست للفولدر لكن مش عايزه لو في سكريبت يعمل له اكسبلور. يعني الاكسبلور لو عملته على فولدر وسكريبت هيعمل له سكريبت. اه اكس سمول على الفايل اللي جوه الفولدر. ايوه يعني كده. اه تمام. فالاكس هنا عشان اكسكيوت بالكامل. طيب لو جيت على ماينس ار ده بيعمل ريموف ريفورميشن بعينه. يعني انتري واحد خلي بالك الاكس سمول والليست فاكتر فيها انها سطور ورا بعض. تمام. لو عملت الكي بيطيرها خالص يعني بيشيل الاكس كنترول ليست كامله. تمام. واخد بالك من الفرق؟ يعني في حاله الار في حاله الاكس في حاله الاكس هيمسح الصفحه الكي هيطير كل الاكسس كنترول ليست من عليه هيخليها مش موجوده خالص. يعني مش هيبقى الفايل الفايل كانه ملوش اكسس كنترول ليست خالص. يعني الاكس دي على اليوزر او على واحد بس. طيب نجربها مع بعض نرجعها خالص. انا عايزك تعمل فولدر وتعمل جواه فايل وتدي الفايل ده ريد بس. تمام. اليوزر اسمه كريم. عايز اقول لك كريم لسه مظبط لي كل مره. اه شفت بس. وبعدين الفايل اللي جواه عايز ريد بس الكريم. في حد ماينس ار ماي فولت ماسك الماسك الديفولت ماسك هيبقى كده في كل الجديد. ديفولت ماسك. تمام. تعالوا بقى نبص على كام اوبشن وصلت كده موضوع اكس. لا تمام تمام. هنبص على كام اوبشن من اللي محطوط في الكتاب ممكن يكون اطول شويه بس ام تمام يوزر ام جروب وام اصغر. تمام. وبعدين ممكن تجمعهم مع بعض. شايف المثال ده؟ ممكن تحط اليوزر والجروب في صف واحد. تمام. تفصل ما بينهم كوم كوم كوم. احنا اوريدي اليوم بعدين كوم بعدين حلوة. عندي قصتين باسم الجروب والهاف يوزر. حلوة دي عندنا صدق. الجروب انت بتعمله صدور؟ الجروب اسمه صدور؟ اه هو هنا عامل جروب اسمه صدور. هو ايه الماينس اللي في الاخر الفايل دي؟ اللي هنا دي؟ دي كده مش مديله. دي عشان يحط البرميشنز على طول. عشان يبقى ناقل كل حاجه. الفايل ده اللي هو ايه؟ فولدر ولا الفايل ايه؟ فايل. الفايل. الفايل اللي هو اللي هو محطوط اسمه هنا فايل. تمام. هنا بقى تريك بالبايبنج. تريكس دي طبعا يعني انت مش محتاجها قوي بس تبقى عارف انها موجوده. ان هو هياخد الاوتبوت من فايل يستعمله از انبوت يعني هياخد البرميشن بجيت يستعملها از انبوت بايه؟ بست. يعني انا بعد البرميشن بتاع فايل او فولدر. طيب. وبطبقها على فايل او فولدر تاني. بدل ما تعمل مانيوال انت عندك برميشن مظبوط على فولدر. ممكن بس الكوماند اللي قبليه هو ده؟ ايوه. اكس كابيتال على اليمين والاكس سمول على الشمال. ايوه اكس كابيتال دي علشان يعمل برافو عليك برافو عليك. ده اللي احنا الباشمهندس كان بيسال فيها. اكس الصغيره هيبقى ليه اكسكيوت. اكس الكبيره هيبقى الفولدر بس اللي ليه اكسكيوت. الفولدر المين او الجنرال لا وحتى الصف فولدرز بس الفايلز مش هتاخد اكسكيوت. دي الصغيره ولا الكبيره؟ الكبيره. الكبيره الصغيره كله هياخد اكسكيوت بما فيها الفايلز. يعني ممكن الواحد يحول كل حاجه سكريبت ويشتغل. تمام. اللي هنا حصل ايه؟ ان هو اخذ البرميشنز من فايل هنا فايل او شايفين الفايل ولا عمل لها ست على فايل كي عمل لها ست على فايل. تمام. ايه فايل ماينس ايه ده؟ فايل اسمه ايه؟ فايل ايه؟ فايل بس ايه ده اسمه فايل؟ بقول له اعرض لي المحتوى فايل ايه وبعدين غيره غير الانفورميشن بتاعت ايه ماينس ماينس
سيب فايل ايكوال بتتحط في حاله ان انا عامل تايبنج هي فورمات كتب بطريقه كتابه بقولك لا تفصيل انا واقف بتعمل ايه بتخليه ياخد الانفورميشنز اللي جايه له ويحطها على الفايل ده واخدين بالكم سيب فايل دي اصلا انه في العاده ممكن يبقى عندي الانفورميشنز مكتوبه في فايل وانت تخليه يقرا من الفايل ده نعملها على طول تعملها على طول سيب فايل بس هنا انت بتخليه يقرا من انبوت جاي له من فايل فانت كاتب له سيب فايل ومفيش فايل ليه لان الانبوت جاي ورايا من فايل تاني انا شايفه ايكوال وبعدين ماينس تاني ولا ايكوال بتتحط في الديسك اللي هي بتتكتب بالطريقه دي ايكوال وبعدين ماينس ولا ضغط ولا ايه لا داش داش ماينس ايكوال ماينس سبيس فايل ماينس ممكن احط بعدهم في ماينس ايه عشان يبقى الماسك الماسك هنا ما تحطوش معاها مش هتقدر تحطه معاها في نفس الصف يعني بس كوما كمان الماسك مش هيبقى انت هنا هتقول له ماسك للديفولت يوزر دايما يتعمل بالبرميشن ده يعني اليوزرز العادي اي يوزر هيتضاف بعد كده الليميتيشن بتاعته ايه هنا؟ ريد ريد بس لكن ده طيب والليميت ضاف لا مش هيتعدى يعني الضاف ده خلاص كده فهمت هنا ممكن بعدين ماينس ام وام دي معناها ايه؟ ماينس ام يعني موديفاي ماينس ام على طول معناها موديفاي وام الثانيه ماسك الماسك ده يعني ما تزيدش الصلاحيات عنه يعني انا قايل الماسك اليوزرز ليهم جديد وجيت اديك يوزر جديد وجايب هيفضل ملوش جديد تمام؟ يعني ما تزيدش الصلاحيات بس يعني عن ريد ايوه وبعدين فايل ده اسم الفايل اسم الفايل اسم الفايل ما عدا الاونر الله ينور عليك ما عدا الاونر المستثنى من الموضوع ده هنا ارج كيرسر زي ما عدا الاونر اونر الملف ملوش ما بيتطبقش عليه الماسك الجروب اونر بيتطبق عليه الجروب اونر بيتطبق عليه لكن اليوزر اونر مش بيتطبق عليه حتى طيب الحته اكس هيشيل الانتري تمام اكس واسم اليوزر هيشيل الانتري بتاعته من الاكسس كنترول الاكسس كنترول ليست انا عايزك تفكر في الاكسس كنترول ليست دي اس ان هي فايل عادي كده مكتوب فيه سطور ده مسموح له ده ممنوع ده مسموح له ده ممنوع ده مسموح تمام لما عددها بيزيد الاكسس بتاع الفايل بيقطع لان السيستم لازم يقرا الانتريز دي كلها قبل ما يسمح او يمنع يعني مش شطاره ان انا احط اكسس كنترول ليست فيها 100 يوزر مثلا عشان كده الجروبس معموله عشان تقلل من اللود الاكس ده هيشيل الانتري الصف ده عند يوزر اسمه احمد هقول له اكس يوزر احمد يبقى هنا مفيش احمد في الموضوع احمد مش موجود اصلا ولا مسموح ولا ممنوع ولا حاجه يطبق عليه بقى ايفري ون يطبق عليه اللي هي اذرز 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 ليهم مين وواحد لو انا جه مثلا يوزر من السيستم عندي لا طلعه كده من الجروب طلعه من ال يعني كده الصح ان انا اعمل الجروبس واحط فيها اليوزرز وبعد كده اطبق ده كله ده على الجروب بالظبط ما تطبقوش باي يوزر دايما مانج الجروبس الله يرحمها اسرع انك مانج الجروبس ولو انا عايز اطلع زي ما الباشمهندس كده طلعه اسمه هو ليه مش انا عاوز ابرفس فايل دي حاجه من الحاجات اللي عايز ابرفس جدا بس واضح فاشا اكس دي بي اكس دي يعني انت تدي له طرزه كده اكس كده عادي للدوزر ايوه لكن الفكره اللي انا بقول لك عليها ان الاكس كنترول عشان تاخد بالك بس من حاجه بصفه عامه انفورميشنز في الدنيا كلها انت عندك اكتر من دول عندك حاجه اسمها فيرست ميت لوجيك فيرست ميت لوجيك دي يعني اول ما يقابله انتري مطابق يسمح له او يمنع اكوبنج ده وما يكملش اللي بعده تمام وفي طريقه ثانيه اللي الويندوز بيمشي بيها اسمها ديناي اوفررايد الاري يعني لو واحد ليه صلاحيه ريد وليه ديناي ريد يبقى ديناي يغلب الاري تمام فاللوجيك في الكمبيوتر دايما ماشي بطريقه من الاثنين دول اما فيرست ميت لوجيك زي اللي هنا ده او ديناي اوفررايد الاري الفاير وول بوليسز دايما فيرست ميت لوجيك وحتى في سيسكو في حاجه اسمها اي سي ال اكسس كنترول ليست برضه شغاله فيرست ميت لوجيك اول ما تقابلك حاجه تنطبق على داخل ده يعني واحد قاعد على باب معلش اسمك ايه محمد في الاول مسموح له يدخل رغم ان محمد في الاخر ما بيقول ما الاقلاو دايما يعني الاقلاو دايما في الاول بيغلب الدنايل في الاخر
اللي هو كان بيقرا من فوق لتحت على فكره بالظبط. لكن الويندوز بيرميشنز ديناي اوبريت على طول ملهاش دعوه مين فين، هو على طول ديناي اوبريت الاو لو في الاو فوق ولا تحت هو بيخش في الاو تحت بالظبط. ياخد الاولانيه فيرست ميت الفيرست ميت طيب السطر اللي يعني انا اديت حضرتك بيرميشن ديناي، حضرتك في السطر ده كله ولا ديناي ولا اداه، اروح اقول له اكس اليوزر وكده ودي ما اشتغل، دي هيشيل كله، هيمسح مش عارف مش انتري واحده، هيمسح كل حاجه. مش معنى دلوقتي معاك في نفس الاكتب الميشن ده فوق ده ايه ولا مش لا لا يعني اليوزر ميشن هو يو وبعد كده وبعدين اسم اليوزر بقى هو ما حطيتيش هيشتغل على الريكورد واضحه ولا فيها حاجه؟ بس بدخله ايه يعني؟ يعني بحط المعتدين عشان تضيف الوضع النهائي بقى غيرتها خليتها ايه؟ ريبول فبقى خلاص كده يبقى ريت اونلي جدا الصبح يعني تمام. ايه هو الاس اي لينكس؟ مين اللي عاملاه؟ ان اس اي ناشونال سكيورتي ايجنسي بتاعت امريكا اتحركها بس تمام. ال ان اس اي طبعا يعني حاجه رهيبه هو هي اللي عامله الديزاين بتاعه ففكرته خليني اوريك بس نفسنا الاول عشان دي ال اس اي لينكس اس اي يعني سكيورتي انهانسد لينكس وليه مش بيزوم ان اكتر من كده بلس وماينس تمام. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انت عندك اباتشي الشكل الاول اللي قدامنا ده من غير اس اي لينكس ما يكون شغال تمام. فانت عندك كذا بروسيس شغالين على السيستم زي كان انتر اكت ويز ايتش اذر بشكل مباشر بدون مشاكل. يعني ممكن اباتشي يروح يتكلم مع الكونفج فايل بتاع السامبا، ممكن اباتشي يروح يتكلم مع الكونفج فايل بتاع اليام مثلا. احنا خلينا نفتكر مع بعض هو اليوزرز موجودين في فايل اسمه ايه؟ الفرع على باسورد ايوه الله ينور. لما كنا بنفتحه كنا بنلاقي يوزرز كتير قوي انا عامل فومس ان هم واخدين اس بي على كل سيرفيس بالظبط. اليوزرز دي معموله عشان تشغل سيرفيسز الاباتشي اليوزر بتاعه واسطمبه ليها اليوزر بتاعه وهكذا. فلو جه هاكر دخل على السيرفيس ده واخد الاكسس بتاعت الاكونت ده في زمان كان بيقدر يعمل كل حاجه. هو معمول لاخي قدامه اس بان ما هو مش لازم يشتغل بانتر اكتف ممكن يعمل دي اكتيفيتي من غير انتر اكتف وممكن ايفن يأدت بس هو مش هو كده ازاي هيعمل انتر اكتف هيعمل كده اصلا حاجه هو اصلا ما بيشتغلش مش شغال حاجه. هيدخل على الكونفج فايل بتاع الاباتشي مش هو اباتشي وليه اكسس على الاباتشي هيانيبل كروس سايت سكريبت هيانيبل زي ما هو من غير ما ايكو في تولز ثانيه ممكن يبعت فايل اس سي بي ما هو الاس سي بي مش هتحتاج له اس اس بي ويبعت فايل لنفسه يعدل الكونفج فايل بتاع الاباتشي يشغل كروس سايت سكريبت ولا يفتح باك دوج لنفسه بنت كات ولا حاجه ويرجع تمام. هي البريفليج سليشن اتعمل بالطريقه دي. فانا هنا عايز ليمت الكلام بصفه عامه عشان تتخيل لان الحاجات في لينكس ابسط مش اعلى. لو انا بتكلم عن حاجه زي الماي سيكوال، الماي سيكوال عباره عن ايه؟ عباره عن باينري برنامج تمام؟ بين شغال تحت يوزر على بين او تحت يوزر على اس بين. المهم ان انا عندي باينري بيتكلم مع لايبرز اللي هي بتعادل دي ال انز في الويندوز موجوده تحت ليف وليف 64 وبيقرا السيتنجز بتاعته من كونفج فايل. الكونفج فايل ده اللي موجود فين؟ فين الكونفج فايل؟ في البي سي او البي سي هتلاقي عندك اسمها ايه؟ ماي سيكو ماي دوت سي ام اف الكونفج فايل بتاعه فاي بروسس كده. طب الماي سيكوال عشان يفتح ريموت اكسس عامل ايه؟ بفتح بوت بالظبط مش اس اس اتش بفتح بوت بتاعه بوصل 1433 ما يلفوش 16 كام حسب ما هو السيرفس اللي شغال تمام. البوت ده ليسنر فالليسنر ده
مربوط بالبروسيس اللي فتحها. يعني بروسيس الماي سيكوال بتلسن على بورت كذا تمام وبتقدر يكون في كذا. فانا عايز اربط الثلاثه دول مع بعض فايل وبروسيس وبورت. هو ده الاس اي بي فايل وبروسيس وايه وبورت. هل الفايل في كونفيجريشن البروسيس اللي هتران السيرفيس بالظبط والبورت اللي هتخرج من السيرفيس. بص بقى هنا طبقنا الاس تي ال. بص الفرق ايه اللي حصل. الاباتشي بقى مقفول عليه مش قادر يوصل للفايل بتاعه ملوش دعوه بالباقي. يعني تقدر تفكر بيها فيها انها فاير وول على مستوى الملفات. فاير وول على مستوى الملفات تمام. ده اختار جزء الكارول هنا ملوش اي علاقه اوكي بيحتاج تمام. طيب ازاي اعرف حاله الاس اي دي نفسها عندي؟ بستعمل كوماند اسمه جيت انكلوز. بصوا شغلوه دلوقتي جيت انكلوز. الفرصي جيت انفورس قال لي ايه؟ قال لك انفورس. قال لي انفورس معنى كده ان هو بيمنع فعل. بيمنع ايه؟ بيمنع اي سيرفس من انها تتكلم مع اي سيرفس. فاكرين لما كنا بنكونفجر الكي بي ام ما كانش يقعد يستخدم اول حاجه قلت له يعني معنى كده بتخش ان انا عشان اخلي سيرفس تتكلم سيرفس نخش جوه الاس اي نت واديلها كونفجريشن. ايوه برافو عليك. لازم نديها كونتكست لازم اطبع عليها اتريبيوت السيرفس دي. يعني بتخيل نفس فكره الانيبل والديسيبل اللي هي بتاعت 1 و0 نفس فكره الانيبل والديسيبل. بس انا هنا مش خلي بالك فكره الانيبل دي انا بوقف الاس اي لينكس كامل او بشغله. لا مش قصدي سنسيتيف. هي ليها سنسيتيف لكن لا ما بيهمش لانها معموله بشكل تاني. بس هنا كتبت انفورس مش انفورس. انفورس ما هو شغاله في ما هو شغاله في الكيزر. ايوه ست انفورس تقدر تكون 0 او 1. ست انفورس ممكن تكون ايه ده انيبل وديسيبل. تعال نبص على ديسيبل 1 انيبل بالظبط. وهي اكشولي مش ديسيبل هي بتبقى بيرميسيف. زيرو يعني ديسيبل واحد يعني انيبل. ده اللي هو كده ايه بيرميسيف كده بيسمح بكل حاجه بس بيسجل لوك بالفايوليشن. يعني هيسجل يعني وانت بتجرب حاجه جديده تخليه بيرميسيف وتبص في اللوكس شوف اشتغل ولا لا اذا ايرورز ولا لا. فده طب اعرض الايرورز ازاي في اللوكس بقى باج على لوك باج على سكيو باج على لوك على سكيو بقى على لوك على المسج او جمله سي تي ام. مثلا احط 0 او 1 في الست لازم 0 او 1 فاهم. 0 معناها ديسيبل. ايوه ازاي بيقول لي بيرمسج ما عنديش ديسيبل نهائي. الديسيبل النهائي هو لوك كمان شويه تمام. انا الاثنين مود ده اقدر اغيرهم بالست بين بيرمسج وبين انفورس. جربوا دلوقتي بس ست انفورس 0 ان هو مش حاجه حلوه ان هو يبقى بالمثل. مش حاجه حلوه لا هيسجل بس عايز يسمع كل حاجه. بس انت في التجربه شوتنج احيانا بتبقى عايز تلحق بس ما فيش اي حاجه ما فيش حاجه مش هيدي يعمل جيت تاني عشان تعرف. جيت انفورس هو اللي بيقول لي انا اول ما بقعد على السيستم ما اعرفوش بس انا بعمل جيت انفورس اشوف حاله الاس اي لينكس عليه ايه. بالمثل خلي بالك ان ده مرتبط بالعيله بتاعت الريد هات. العيله بتاعت فيدورا مشغله حاجه ثانيه اسمها اف ار مود شبيهه بال ديبيان مشغله اف ار مود. طب ما كانش بروسيس انفورس والله طيب لو انا عايز بقى اوقفه تماما يبقى انا عندي فايل اسمه اي تي سي على اس اي لينكس
على كونف. قدامك بقى هنا الثلاثة يا جماعة. هنا أقدر أقدر. خلي بالكوا سيبكين فوكس بترجع تاني للفوكسنج بعد الستارت. لأن دي وان شوت مش بيسجل في الكونفيك فايل. أنا سجلتها زيك. جميل. حتى لو حط التانسس مثلا. مش الحاجة بالطريقة اللي أنا بعملها. العامل الحاجة إيه اللي عملته كده؟ لو حط كونفيك في الستارت مش قصدك في البروفايل في لا تقول كل ما تصير. طيب بص. هو لينكس معناه ايه؟ سمبلستي. غيروا معايا اس اي لينكس دي خليها في المسج ولا هتكتبوها غلط في الفيديو بتاعي. هنشيل الفورسنج يعني ولا؟ ايوه. خليها ايه هندسه؟ خليها في المسج. او معلش خليها تسيب احسن عشان تبقى اوضح. لا ايكوال بينهم ايكوال. خليها تسيبهم؟ اه. ايكوال. ايوه ايكوال ايكوال. يسيبهم. ايوه جبت تمام. ما بيعملش ايه كنترول في عشان انت مش دايس انسيرت. كنترول في ايه؟ بص اهو يعني اسكيب. الكنت اصلا. الاس اي لينكس بيبدا مع الكنال ده هو جزء من الكنال. طب انا كده قفلته ليه بس هو صح يعني شايفه يبقى كويس مش شغال. طبعا انا معاك بس حسب الجهاز كله حسب طب امتى اقفله؟ وجهه نظرك امتى اقفله؟ هقول لحضرتك امتى تقفله لو انت مشغل سيرفس واحده بس مش طالعه على الانترنت عندك مكنه بتعمل كرانشنج للداتا مثلا في بيج داتا اناليسيس كل الوجهه انها بتعمل كرانشنج هو ده ايه اعطلها كمبيوتر دوت من الكنال على الفاضي واخد بالك بقى انا مش طالع على الانترنت خالص فانا ما عنديش قلق من طلوعها او حاجه فاضيه كل ده انا مش محتاج الاس اللي نفسي يبقى شغال اصلا هو بياخد منه الريسورس خلي بالك اللينكس قوته ان هو ممكن يشتغل على ماشينز صغيره جدا بص على راس بي هاي والريسورس ليميتد قد ايه تمام كده بيشتغل كويس تمام كويس تمام مش هنتطرق فيها الحقيقه بس انت ليهم حوالي 3 بوليس مختلفين لا مش هتتكلم سيمبلي بتحدد طريقه البروتكشن المونيتور ازاي تمام في اكثر من بوليس حاجه مختلفه بس في حاجه انت عارف في حاجه اسمها دامج كول لينكس وكول لينكس ده حجمه ما بينزلش عن 30 40 ميجا ولينكس كامل فطبيعي ان في المساحه دي مش هتاخد اس اي لينكس مش هتاخد حاجات زياده كلها حسب احتياجك. تقدر انت افتكر الحته دي انت تقدر تكومباير الكيرنل لوحده. يعني يبقى اللينكس بتاعك ده مش اي ديستريبيوشن، ده انت اللي عندك من الاول. تمام؟ فور فان يو كان دو ات، هتحتاج تكومباير كل حاجه بايدك بس هيشتغل. يبقى عندك لينكس مش ديستريبيوشن ولا جيت هاد ولا اوبوت ولا اي حاجه. انت اللي ممكن يبقى نفس الداتا المغرفه ده. زي ما انت عايز عايز اعمل اكو جدا ما كل الحاجات اللي في جدا اوبن سورس هتجيبهم كلهم وتعمل لهم كومبايل مانيوال والاول من السيستم بتاعك هياخد شغل يعني ممكن تقعد يوم تشتغل يوم كامل بتتنفس الحاجه بس على الاقل السيستم من الاخر شغال فدي سؤالك انت شايف يعني سبورت بس يفرق ايه من النقطه من ناحيه الاداء زي لو انت اخدت اكو جدا بس طبعا يعني حاجه ما انت مرعبه الا لو بتعملها بقى في التكليف بس فانت هترجع لنفس الجهاز هيك ما تنزل ايه تتاثر ايوه بس هو ده مش سبورت انا عايز اكبر فيه ده انا جاي انا هقرر اعمل حاجه زي كده وسبت اخد جدا كل حاجه كل حاجه هو بالظبط نفس الموبايل بنفس الاسم فاضل الضائيه بس صوره والله صوره صوره خلي بالك انت لما بتنزل لينكس تعمل كومبايل ما بينزلش معاه سيستم دي ما بينزلش معاه داش ولا لازم تنزل باك ما بينزلش معاه الكومنتس اللي هي الكوبي كريتس اللي هي ليست وميك دايلوج انت لازم تنزله كل باكج اللي دي انت مسؤول عنك تنزلها زمان كان طريقه الانستول الاشهر مش ان انا اعمل ياب انستول ان انا اجيب السورس كود واعمله ميك كنا بنقول ميك كلين انستول
فالجي تي سي يروح يكمبايل الكود ويشتغل. بياخد وقت طويل جدا بس ميزته ان بيبقى اوبتمايزد للبروسيسور بتاعك لان الكود كومبايلد على المكنه بتاعتك. فاي بارامترز عايز يعرفها ريليتد بالهاردوير بياخدها. بيبقى الباينري اللي عندك غير الباينري اللي عندي غير الباينري كل واحد عنده باينري كومبايلد على مكانته. يعني كبرفورمانس وايز هيبقى احسن. بيبقى احسن بالذات مع الكمبيوترز القديمه كان بيبان فرق لكن وقت طويل جدا الموضوع مش سهل. وعايز الكومبايلر باللايبرز وما اعرفش ايه في الهيدرز لازم يكون لي حاجه اسمها هيدرز لازم تبقى موجوده. بس تمام. طيب يبقى الاس اي اس مفيد طبعا مفيد بس مفيد في حالات ان انت عايز سكيورتي عندك ويب سيرفر هايلي ريكومند. مش عارف مين كنت بتكلم عنها على فودافون انت كنت مع حضرتك على لما قلت لك كنت بتقولي سنتوس في حد شغال بيه. بجد فودافون فودافون شغاله سنتوس. فودافون الفيرتشوال ماشينز اللي بتديها للناس عندها سيرفس كلاود بتدي لك فيرتشوال ماشين دي شغاله سنتوس لحد دلوقتي لحد النهارده. ففي حاجه غير حاجات كتير شغاله سنتوس طبعا يعني ده موجود. طيب دلوقتي مش هو احنا شغالين نعم مش هو احنا شغالين كويس انك انت عرفت الموضوع. ايوه بس في واحد فيهم قلت له عرفت حاولت كنت فكرت بس بدل تقول لي الاي بي بس ايوه ده سهل ده بدل لك مانيو مش اجيب لك فرع صغيره. طيب يبقى كوماند جيت ان فوكس دلوقتي اداني ديسيبل جربت تعمله سيت ان فوكس تاني من عملتها ايه والخلاص ست خليتها ست فورس وقال لك جنيه. لا ما عملتش ست فورس هم وانا رجعتها ازاي ليكو ايه اسي ليكس ازاي رجعتها ازاي ليكو كويس حضرتك عملت كونفيج فايل الفيلم بدات في الكونفيج فايل سي بعدها ايه عملتي ستارت فيلم تاني عملت والله مفيش حد هيبقى شغال عنده دلوقتي هو ولا هينفع شغال هو هو ما عملش ما عملش ستارت تاني ما عملش لازم نغير الكونفيج فايل تاني نخليه اما انيبلد او بيرمسيف ونستارت. في اوبشن ان انا اعطل البوت واكتب اس اي لينكس ايكوال كذا نفس ما كنت بعطل البوت وانا بعمل كيك ستارت فاكرين؟ في اول سيشن قلنا كي اس ايكوال وادينا له السيرفر ان اف اس او ريستارت الماشين مش هيبان لي بعض الريستارت اللي انا عايز اوصله لك في اللحظه دي ان انت لو عملتها ديسيبل من كونفيج فايل وعملت ريستارت ما تقدرش تنيبل الا بريستارت تاني لانها اتقفلت من الكرنيت ما ينفعش يلود الاس اي لينكس والسيستم شغال لازم يعملوا لود والسيستم ريستارت يقوم من الاول تمام. فهو معنى في المسج انه برضه شغال بس بيسجل بس الفايبريشنز بدون ما يمنعها لكن معنى انفورسنج انه بيمنع الفايبريشنز تمام. هنعمل ريستارت عشان نشوف اللي حصل. مش هتتحل بالكوماند لو انا مغيرها بالكونفيج لازم ارجعها من الكوماند. هعملها انا بقى. اعمل لك ايه؟ افتحي الكونفيج فايل واكتبي فيه انيبل او اكتبي فيه تدمس افتح تاني البنك واقول بالظبط نفس التاني والستارت بتاع الفريق بقت ايه الفورسنج اس اي لينكس ايكوال انيبل ازاي نعرف الكونتكست دي اول حاجه ما عملتهاش السؤال هنا انا لما بعرض الحاجات دي بعرضها ازاي؟ يعني عشان اشوف الكونتكست على البروسيس عشان اشوف الكونتكست اللي على الفايل وعشان اشوف الكونتكست اللي على الكود بشوفهم ازاي؟ بشوفهم بنفس الادوات اللي بعرض بيها الفايلز. طيب بالنسبه للبروسيس بشوفها بكوماند ايه؟ يس يس جميل جدا نفس الحاجه دي في اس بس هزود عليها زي بص معايا مش حاطه قبلها ثلاثه كده مش هاخد الكوش. يلا ايه هو؟ لا ماشي شوفوا بقى حالته ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ الناس ما قالتش ليه زودت ازاي؟ عشان اعرض الكونتكست بتاع اللي حصل؟ عندي ولا عندي؟ بتاع دي معلش؟ الكونتكست بتاع الفايل بتاع
بتاع سي لينوكس. ايه الكونتكست اللي هو ثواني ما انت جريب بقى مش خالص البروسس نفسها واخده تاج ان هي تبع ايثيريوم فكر الفيسبوك وقع فيها وقال لك ده اتاك من الصين وبتاع وغالبا كده بس المحصله يعني ان هم حاولوا يدخلوا بالاكسس كنترول ليست بتاع الاكسس كنترول من الفينجر يعني كان ما كانش بيدخل ولا السمارت كارد لان الاوثنتيكيشن سيرفر مش موجود على الاوثنتيكيشن انا ده بقى اوف لاين الحمد لله احنا مش مدخلينه والله دي فايده المفتاح سمحها بيقرا معايا لا غلط طالما بقى مع اكثر من واحد ما تقدرش تدي مسؤوليتك يبقى لو مثلا المفتاح ده ممكن تفصل لا الجوال ده في مكان تاني عند حد رجاله دي انا عندي كل جهازك يا ابني احنا عندنا تو دي ام اسمه دي ام اسمه دي ار دي ار وانا عندي الباسورد عايز اوقف امسح امسح عندك عدد جيم سيرفر وتشغلها ويب سو ولا ممكن هذا خلاص مش على السيرفر افضل قاعد جوه كنت مفترع يا باشمهندس سجاير سجاير انا اي تفتيش بشيل المتعادل اللي على السنسور ده بيمبطي سنسورز يعني؟ اه طبعا هو المكتب عندي هو انت اصلا لو لقيته لما لقيت السنسور اصلا هو خلاص اتفصل لا بس هي هيترمى على اللغه مش يعني انت عندك حاجه بس الوقت ما عادش كارت اللغه لا اني واحد احنا عندنا تو الارمز واحد من السنتر واليو بي اس واحد المصري معاي ايه صغيره حط له كل ما اشرب سيجاره اروح على طفي الدنيا خدتي مره مش هدوس تاني فانا ضغطت خلاص والله عملتها في طياره حتى ايه لو تاخد دايركت من امستردام اس اي لينكس هو ازاي بيميز ان الفايل ده تبعه ازاي بيميز ان البرومبت ده تبعه ازاي بيميز ان البروسيس دي تبعه اللي فوق بيحط لها تاج بيكتب عليها ان دي نوعها كذا تمام ده موجود على ثلاث حاجات انا مش عارف هنا حجم السكرين مش مطلع لي المنيو بتاع الاي اس وعارف جنبها اس زيرو ما هو هيكتبها لان هم مش نوع واحد هم مش نوع واحد كل سيرفيس ليها التاج بتاعها بص مكتوب هنا فوق ايه؟ فوق فين؟ اهو ليبل ده الليبل بتاع الاس اي لينكس بس انا بدور على حاجه ليها ليبل دلوقتي بقول لك على حاجه معلش ممكن تعمل
على الباك جراوند. لا 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 هحط حاجه ليها كونتكست واضح. ده اسمه كونتكست. كان حضرتك بتحط ليبل على البورت نمبر على الفايل وعلى السيرفس اللي شغال. ليبل ده يربطهم ببعض. يعني سيرفس الاباتشي تشوف فايل الاباتشي تشوف بورت الاباتشي. سيرفس السامبا تشوف فايل السامبا تشوف بورت السامبا. تمام. محدش يشوف اي حاجه ثانيه غيره. محدش يشوف حاجه غيره. كل واحد يشوف حاجته بس. بتستات بتستات بزود عليها بدي يقول لي الكونتكست بتاع الكود. انا هبدو انا مذاكر كويس بس انا فوق انا فوق ايه عشان اعرف البورت المفتوح بشغل كومنت ستريم بتستات ده انت يا عمر السي سي ان اي بتقولي ان السيرف السي سي ان اي كمان مش وقت السي سي ان اي نت ستات موجود في موجود بيقول لي البورت بزود عليه زد يقول لي الكونتكست اللي البورت واخده وهكذا يبقى دي الثلاث حاجات اللي انا بربطها ببعض يعني هو ده كله ست هندسه صحيحه دقت شغلتها سي ام ما تعرفتش ات ليه كوماند ات على شغلته على ايه؟ على سي ام ويندوز سيبك من ويندوز مش هسبورت ويندوز بس هو لو على لينكس لا لينكس انا اشتغلته اصل ات الويندوز بتاعها